صباح جديد عليكم كل الناس اللي بتتابعنا من خلال صباحات طيبة، واللي انضمت أيضا لمتابعتنا من خلال ساعتنا الثانية. في ساعتنا الأولى محمد سليمان وعدنا إنه ينقل لنا نبت الشارع من منطقة معينة، هم مشوا وجاب لنا الشارع هم في الطريق، لكن حنشوف هو وصل المنطقة ووصل كيف والناس ذاتهم والشارع عامل شنو، الحاجات اللي ممكن تكون لقيت محمد سليمان شويقين شديد يا أنسى. أنا شخصيا داري أعرف هو مشى وين، مشى منطقة، المنطقة دي مشى بيت، حيجيب لنا الشارع، حنشوف فيها حاجات. المهم في الموضوع عندي لما محمد سليمان يجي الاستوديو، لما يجي راجع بيجي شايل مع حاجة ولا يجي شايل؟ تتابع محمد، صباح الخير مجددا. أهلا من جديد، تحية لكم زملاء في الاستوديو وتحية لكل المشاهدين في كل مكان. جولتنا اليوم زي ما ذكرنا في قرية تبيم الحامدة، واحدة من القرى اللي فيها أهلنا وأحبابنا، نصب عليهم من خلال جولة إن شاء الله نقدر نحكس من خلالها المكان وصباح الأحبة في كل مكان دائما ربوع السودان الحبيب. ما شاء الله نحن وقفنا لقينا الناس ما شاء الله يلتفوا حولنا كده في استقبال، يعني نحن والله عايزين عن شكرهم، يعني الناس اللي خلوا أشغالهم وجونا. يا أبو حميد عليك الله الدين الاستقبال ده يا أبو حميد، يعني نشوف الناس زي وهم بيصبحوا علينا. السلام عليكم يا جماعة، إن شاء الله طيبين يا أخي، كيف حالكم؟ كيف حالك؟ بارك الله فيكم، الله يجزاكم خير، بارك الله فيكم. والله يا أخي نحن يعني ما عايزين عن شكر الجماعة دي، أي زول خلى شغلته وجانا. نعم صح والله فعلا، نعم والله يا مرحب بكم في غرة تيم الحامدة بقطاع الريفي بحر شمال، ونحن والله سعيدين كل السعادة في أن تكونوا معنا في داخل هذه الغرية إن شاء الله. انت أول زول لقيناه. الاسم معتز محمد أحمد مجذوب، إمام وخطيب وشيخ هذه الغرية إن شاء الله. الله يديك العافية، تعرف عليك وجماعة دي يا أخي عايزين عن شكرهم والله. إن شاء الله، جزاكم الله خير يا جماعة، بارك الله إن شاء الله طيبين، الله يجزاكم خير. ده المكان دي القرية، حنتجول فيها كده ونتعرف كمان على إن شاء الله بإذن الله تعالى، نتعرف كمان أكثر على المركز الصحي وعلى المدرسة وعن مشكلة المياه اللي تواجه الغرية أيضا برضو. إن شاء الله كمان برضو نحن سعيدين نكون معاكم اليوم، وصباحكم إن شاء الله سعيد، وربنا إن شاء الله يوفق الجميع الوافي الخير، وشيخ معتز إن شاء الله حيكون معنا، حنتجول كده ونصلكم كده كمان في 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 أي مكان أنتم قاعدين فيه إن شاء الله. الله يديكم العافية يا جماعة، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الله يديك العافية. بنجيك ان شاء الله، طالبنا ان شاء الله، الله يجزيك الله يجزيك خير، الله يجزيك خير يا جماعه ان شاء الله. ما شاء الله المكان. ايوه نعم، يعني نحن كمان برضو محتاجين نعرف عنه. ايوه الناس القدامى الموجودين فيه، انت من زمان هنا ولا؟ والله طبعا احنا من الناس يعني ما القدامى، لكن القدامى بيكونوا موجودين ان شاء الله، وحنصلوا زي ما قلت في كل يعني مكان، وحنصلوا كل الناس ان شاء الله باذن الله تعالى، وحنتعرف عليه ان شاء الله اكثر واكثر على الحاجات يعني اللي بتواجهنا وكذا يعني في الغريه ان شاء الله، من الناس القديمين يعني في الغريه ان شاء الله حنصلوا مرضو ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب نحن الان ما شاء الله المكان كده لو وصلتوا بتقول يا اخي الحته دي بتكون بعيده شويه كده. نعم بتكون بعيده شويه كده، لكن الحته ما بعيده، لكن الحته ان شاء الله قريبه، المكان يعني قريب يعني ان شاء الله. ايوه الخدمات الموجوده فيها ما شاء الله الغريه كمان برضو يعني هي بتشوبه كده يعني الحاجات العريقه والقديمه، لما تشوف المباني وشكل الطوب اللي موجود فيها ومعانيها ذاتها برضه بترتبط بانسان السودان القديم كده. والله فعلا يعني طبعا هي يعني البيوت القديمه ما تغيرت دائما يعني، وطبعا ده يعني طعم اهل الريف، فدائما هم بسيطين ودائما هم يعني في حاجه البسيطه هي دائما يعني ان شاء الله. الكرم الموجود يعني هسه ما شاء الله الاستقبال الناس هنا. ايوه فعلا والله يعني الناس ده انسان السودان في اي مكان يعني، اذا كان فعلا في واحده من القرى القريبه للخرطوم او في مكان بعيد او ولايات ثانيه، يعني اكيد انسان السودان هو انسان السودان. نعم صح فعلا. من الحياه اللي بتميز غير شنو؟ والله يا اخي من الحياه اللي بتميز الغريه طبعا من الكرم والضيافه، وبعض الناس يعني الصغير والكبير بيقولوا لك تفضل على البيت، يعني دائما عديل الميزه اللي عندهم انهم ناس كرم وناس وقفه ما شاء الله، يعني مع الكبير والصغير وفي كل الحاجات والمناسبات والبكيات وفي كل شيء الناس يعني بتقيف يعني. ايوه ان شاء الله. والمكان يا هو المكان زي ما قلت انت، اذا كان ايوه نعم الزول السوداني ده موجود يعني، حتى لو طلع برا السودان هو يا هو بيظل يعني عنده القيم وعنده الحياه الموجوده يعني. فعلا صاحب الدكان صاحب الدكان طبعا مصعب، وهو طبعا من الناس القدام في الدكان هنا، ونحن ممكن برضه نتعرف عليه اكثر واكثر،
وهو طبعا يعني برضه يعني من الشباب الأمريين يعني. ايوه مصعب الخط ان شاء الله ولا؟ اي مصعب الخط ان شاء الله. مصعب السلام عليكم يا كيف حالك؟ الشيخ معتز يا اخي من هناك قال يا اخي مصعب ما شاء الله من الشباب القدام كده ودكانه قديم. كيف حالك يا اخي؟ ان شاء الله بخير. كيف امورك؟ الله يكرمكم. الله يديك العافيه. الله يكرمكم يا مصعب. مصعب منه؟ مصعب على العباس. قديم هنا يا مصعب ولا؟ والله قديم يا مولود هنا. هو الحاوي شنو المناسبة هنا؟ سنة كم يا أخي؟ ها؟ سنة كم جيت هنا؟ مولود هنا؟ مولود هنا، أهل ذاته مولودين هنا. نعم. ما شاء الله دكانك عامر. الله إن شاء الله يعمر. الله يبارك. الشيخ معتز أثنى عليك كثير يا أخي. مرحبا بكم. نجي نصب عليك يا أخي. مرحبا بكم. كيف حالك؟ الله يديكم العافية. الله يكرمكم يا أخي. صباح الخير عليكم وإن شاء الله يا أخي. الله يديك العافية يا أخي. الله يكرمكم. نجي كذا إن شاء الله. الله يديك العافية. سوبر ماركت كذا. الله يديك العافية. الله يديك العافية. كثر خيرك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عمر. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يتولاك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يعرسك. صباح. اللهم امين. انا ما متزوج لكن. ما لو انت تزوج ثاني بطنك طمت. ما عصرت علي؟ لا والله. يطمم البطن هو؟ لا لا طبعا. طيب ما تقول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا وانت. ان شاء الله جمعة. اي لكن بس خلينا انا خليني شوية. كويس. انا بعديك. خلنا خلي بالنا خلي بالنا في انا عندي اثنين. والله ما شاء الله. حس بقيت واحد انت هسه. لا لا بتفتش القبعه دي دوام الزوج ان شاء الله يتزوج. شوف محمد دي تزوج له خلينا ان شاء الله يتزوج بارك الله. قرب على الراي البيضاء ان شاء الله. قال واحدة بيت حلال من الكحول للدلع. تدوه هسه طوال هسه بجيتنا دي حتى عازل في البنات الاكواد جنب الله. اصل شي بعيد ما في ترى متحنس طب ما يتجنن. طوالي بتدوا انتوا ما عندكم مشكله والله ببيته وقد هزت زيته والله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شيخ معتز يعني هذا جانا عيله ما عرسنا له والله ما شاء الله. لا ادينا طوالي هل بيجوكم ما بتخلوا اصله من رحمه والله ما شاء الله اصله من رحمه تاب عمر. كيف حالك؟ الله يخليك حالك. الله يبارك وبالله قد يفيا معنا منك اكنا مريو وزول بمو مريو دي للترجمه لنا. اي مريو دي شنو مريو يعني ما فطرت. اي ما فطر. اي انت لكن في ناس محتاجين ترجمه ان شاء الله. الناس اللي بيتابعونا برا السودان والناس اللي في سوق خرطوم ذاتهم كويس كويس كويس. الله يكرمك خرطوم اسمح منا ما في. الله اسعدنا بك والله. والله السودان اسمح منا ما في. لكن الواحد كان لقاك في الشارع يزوغ منك لانه بيتعرف. والله ما بزوغ. والله ما بزوغ. والله ما بزوق. لازم ابطرهم من العريس يعني. لا والله والله السودان اسمح منه ما في. يا سلام عليك. والله يا سلام عليك. خلاص احنا بعد تروك شويه بنجيك ان شاء الله العافيه. لا لا هسه رايق اصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم تجعلنا من عيد الله فاطلعنا على الضريات تجعلنا مع الشهداء والصديقين في الحياه بعد الممات يا رب العالمين. اللهم امين. خطيب الجمعه ولا؟ اللهم امين. تغريبك. اخوك في الله محمد بابكر احمد نصر الدين منطقه الحمد التميم. مرحبا بك. مزارعي. الله يجزيك خير. من 73. ان شاء الله يا اخي امورك طيبه يا اخي. الحمد لله رب الله تمام وخيرين وزياده ونعمه كثيره مصدقين تب نحمد الله. الطير ياكل ونحن ناكل والغنم ياكل. الحمد لله رب العالمين نعمة كبيرة خلاص. ما شاء الله ما شاء الله. الله يجيب زوجكم اثنين والله. اثنين ايوه والله. ذكر؟ ذكر طب. ثالثة كيف؟ والله نيتنا عليها الا يكون عندها قروش. عندها كاش بناخذها لانه الصنف كثير. الصنف كثير. على الله كله. اي والله جزاكم الله خير يا جماعه. الله يكرمك. احنا كمان ماشيين لقدام كده. لا بتفطروا تمشوا بنفطر ما معنا شيخ محتز ان شاء الله. عندنا تجول كده بنتجول ونجي ان شاء الله. جوز مع شيخ عبد الله وجوز مع عيلوه. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. موضوع العريس خليه غايته بس نديك نديك الشاب ده ما مزوج. لا ده معرس. اسمك كريم منو؟ انا محمد سليمان. ده معرس. وين اهلك؟ انا من الجوز. جوز ياتو؟ جوز جوز جنوب الخرطوم عرفتها؟ هي الجوز الرميلة. الرميلات الرميلات مرميلة درميلات. هذا اللي محتاج عرفته؟ هذا انا عارف من هنا لا قوس الدبازين اللوبيز الدنيا دي كلها لفيناها بالعرض. الله يجعلك ربنا نقدم في الايام ونجعلك قهوة الظهر دي بنجيك ان شاء الله. حياتنا حي يكون حياة طيبة ويجعل البركة ويجعل مكاننا في الاخير قهوة الظهر ان شاء الله. ربنا يسهل الامور. انت لك خليها الظهر لك خليها العصر.
الله ربنا غدنا فيها ابو حيد. الله يجزاهم خير يا ان شاء الله. ده حال السودان يعني، الناس اللي بتلاقوه لاول مره صح والله زي كانهم انت بتعرفهم يعني فعلا والله يعني فعلا يعني ناس يعني ما شاء الله. ودي الناس طبعا اهل القدام يعني بين السبعين وتربوا هنا في المنطقه دي طبعا، ودير يعني هذا المنطقه يعني تقريبا يعني طوال. أيوة. اقول لك يا اخي العرس ايوه انا عندي دي عنده طوال يعني والله ما شاء الله جيت من هذه والله طبعا احنا جينا من نهر النيل ايوه، وجيت هنا وطبعا تزوجت منه من هنا طوالي من غريته دي هنا في يمن اللحام ده ما شاء الله. هاي تو يعني بقيت من اهل البلد يعني ايوه نعم. وما شاء الله هم طوالي مسكوك المز زوجوكم طوالي مسكوك طوالي ايوه نعم مسكوك المز طوالي زوجوني يعني تمام. ايوه احنا حنمشي على المركز ولا احنا من هنا حنمشي على المركز الصحي. والان هو طلع مركز يعني فتحوه تقريبا على يد الوالد السابق عبد الرحمن احمد الخدر، ولحد الان يعني ما في ولا طبيب، بكل معداته مهيئ براوحه بنهارته بكل شيء، لكن ما مهيئ ما 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 يوجد طبيب بيه يعني. طيب الناس المنطقه ما فيهم مثلا من الشباب الاطباء اللي بيتخرجوا او كده؟ والله ما بعدكم ما... تقريبا هم ما واصلوا درستهم، لانه بس حدهم تامنه لعدم الثانوي وعدم كليه قريبه في الريف هنا ما في. في عام مشكله المواصلات من مشكله كده المشي والجيه، انه المسافه طويله. تابع الوحده الاداريه الجيه صح؟ الوحده الاداريه الجيه نعم. طيب انتوا ناشدتوا قبل كده مثلا مسؤولين تكلمتوا؟ ناشدنا كثير من المعتمد السابق حسن جانا هنا ووعدنا بكل حياتنا، لكن لسه وهذا طبعا المركز الصحي ايوه تقريبا ايوه. طيب نشوفه هو الان فيه دوام صباحي دوام مسائي؟ والله فيه بس سته تطعيم قاعده فيه وبتطعم الاطفال الصغار وكذا، ثاني ما في يعني طبيب ما في. يعني الاسعاف مهمه للغريه، بتزعف الزوج في حاله طوارئ في حاله كده في حاله كده في حالات بتجي بعد مرات انه تطلع على سريع، هي بتعرف الكباش يا اما بحري تبعد على 40 كيلو من هنا مشوار، من يصل 40 كيلو زي بتوفى اي مشوار يعني مشوار طويل فعلا. طبعا نشف حاله قديم تبعد فيها الناس ايوه عمره قديم طالما هي ايوه بالشكل يعني ده. هي قديمه الان واصبحت كده قديمه بالطريقه دي يعني اي. والان ده المركز الصحي هو الان موجود ايوه يعني مبنى ما شاء الله فيه مكيفات شغاله وكذا، لكن ما في كادر ما في كادر ما في كادر ايوه مهيئ بكل معداته مفرش جاهز نظيف واي شيء. هسه الواحد لو عنده مقابلات طبيه مثلا دوريه، انا الناس اللي عندهم مثلا ضغط او سكري او كذا، المتابعات الدوريه والفحوصات الدوريه دي بتتم وين؟ والله تقريبا جيلي الكباشي او الجيلي او بحري اي بتفي الحالات دي كده يعني. طيب احنا الان وصلنا مثلا ده المركز ودي المدرسه ايوه. طيب المدرسه ممكن ندخل نشوف الفصول بتاعتها؟ اي ممكن نخش المدرسه نشوف المباني حقاتها اللي هي اساس صح؟ هي اساس مختلطه واحده في واحده ثانوي مكتمل لا ثانوي ما في ثانوي بيدرسوا وين؟ ثانوي اسامي الكباشي والدراسة كيف في المدرسة بالذات؟ المستوى والله كويس جيد 100%، لكن في اكتظاظ في الفصول. اي العدد كبير تقريبا. اللي هو مختلطة اولاد وبنات لكن احنا لان نهي ديك بغادي كده عشان كده بالطريقة دي يعني. نحن والله يا شيخ معتز يعني ان شاء الله صوتنا يوصل كل المنظمات الشغالة في العمل الخيري والعمل الطوعي والجهات المسؤولة والحكومية كمان هي عندها دور الرعاية والمسؤولية يعني. الأساتذة كلهم موجودين هنا من اللحام ده هنا ولا من برا؟ والله من برا تقريبا، جزء من هنا وجزء تقريبا من برا تقريبا وكلها طبعا هنا. ايوه في بداية بنا هنا لكن مكتمل لحد الآن يعني. ليه كم الآن؟ والله تقريبا وقف اللي هو من رمضان الفات له سنة ايوه. ما في هنا ما في جهود شعبيه ولا والله طبعا عندنا دعم من المحليه لكن ما تمت وما وصلته وقفته على كده.
الحين هنا والله بنناشد الوالي وقال والله رجل ما شاء الله كويس ايوه ورجل ممتاز ونحن والله بنناشد يا اخي الوالي الجديد هاشم هاشم عثمان حسين نحن الان بنناشد والله هنا انه جينا في القريه الكاميرا معك طوال تقول الكلام انت تقدر تقول ايوه احنا بنهيب الناشد والله الوالي السابق وقالوا ما شاء الله هو رجل كويس ورجل قال بابه والله فاتح لكل الناس ونحن والله بنناشده من هنا وبنناشده لأشد الحوجة انه جينا زيارة بغرتيم اللحام ده ويقف مع المواطنين يعني يقف في مدرستهم في المياه اللي بتواجههم في المركز الصحي المهيئ وما في كوادر وبنناشد الجهات المختصة والمنظمات وغيرها من ذلك ان تعمل النهضة لغرة التميم اللحام ده حتى تكتمل يعني مسيرتها ان شاء الله في التعليم ومسيرتها ان شاء الله في الصحة وفي المياه بأن المواطن يعني يشرب مويه نقية تكون تصل في بيته احنا حقة الكوار وبتلف في الغري احنا ما دارينا احنا دارينا نلغيها ودارينا الناس انها تقيف في حولنا وهذه رسالتنا احنا نوجهها لجميع الجهات ان شاء الله المختصة في هذه الحالة يعني الذي ترونها الان امامنا يعني ان شاء الله باذن الله شكرا شيخ معتز بارك شكرا الله جزيلا وجزاكم الله خير ان شاء الله دي كانت جولتنا اليوم من قرية تميم الحمدة في الريف الشمالي بحري وتابعنا من الطريق اللي بديناه هو قبل 4 سنوات بدأت تسفلته وما تسفلت وتابعنا الآن حوجته للمركز الصحي المدرسة اللي مختلطة للبنين والبنات والمدرسة الآن اللي هي أصلا مفترض تكون خاصة بالبنات وما تم فيها شيء دي رسالتنا واضحة من ضمن صوتنا لصوت أهلنا في قرية تميم الحمدة حتى جولة قادمة تحمل إليكم إنسان السودان في أي مكان هو يظل يحمل القيم السودانية الخالصة عودة إليكم في الاستوديو تحية لك محمد ولكل أهلنا الطيبين في تميم الحمدة وأنسام قالت محمد ده حقيقي شايل لنا شنيك فيه إنه جاي شايل لنا المحبة أكيد من ناس طيبين وسمحين وجميلين بيكفي إنه برضو أدونا يعني تصبيحة كده مختلفة مليانة حيوية ونشاط ومليانة استقبال تحية لكم لناس تميم الحمدة تحية لكل رقعة من رقعة بلدي العزيزة